أيها الإخوة الأعزاء، كما تشاهدون في هذه اللقطات الحية والمباشرة، ونحن نتواجد اليوم داخل أروقة دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة، حيث يستعد آباءنا المسنين لتناول إفطارهم في هذا اليوم المبارك، في هذه الساعة المباركة من أيام الشهر الفضيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامهم وقيامهم، وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وها هي الساعة المباركة التي يرفع فيها أذان المغرب لهذا اليوم، فاللهم تقبل من الصائمين صيامهم، وتقبل اللهم قيامهم وصالح أعمالهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذا الإفطار السنوي في مركز حي المسفى الأخير الجزاء على ما يقدموه من خدمة جليلة للمسلمين.